One of my collection from the places that I visited, okay. Kingdom, mm-hmm. from let's say in the ancient time up to the modern times right now. اعتبر القصر هذا من المعالم المعروفة من أكبر قصور الملك عبد العزيز المملكة ويعتبر معلم سياحي. نتمنى أن تكون تسعدون بالزيارة. نتمنى لكم أن تكون فترة التصوير فترة جميلة لكم. نتمنى أن يكون لكم تواجد طبعا في القصر. القصر يضم قصرين، القصر الغربي والقصر الشرقي، وكلها من فيها مزايا معروفة بنيت على الطراز النجدي تقريبا على عهد الملك عبد العزيز تقريبا سنة 1360 هجري. هذا ميلادي كم يوافق تقريبا؟ يعني يوافق 55 تقريبا، عفوا 1955 او 50 تقريبا 50 55. نرحب فيكم ونتمنى ان تكون فرصة جميلة تتكرر الزيارات للخبز مرة ثانية. هذا كيف الكاميرا بس وحده.